موضع مخطط أمني خاص يسمى مخطط دلفين الذي يحمل شعار هذه السنة الدرك الوطني يوافقكم من أجل عطلة بدون حوادث. أنا سخرت قيادة الدرك الوطني إمكانيات بشرية ومادية جد معتبرة حماية الأشخاص والممتلكات، مكافحة كل الظاهرة من شأنها المساس بالأمن العام، تنشيط البحث عن استعمال العلاقة بالأمن العام واستغلالها في الوقت المناسب، وضع تشكيلة مرنة ومدعمة بوسائل الأمن والتدخل لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف وتوافد وكثر المصطافين، مراقبة دائمة مستمرة أماكن الاصطياف، مراقبة شبكة الطرقات، ومواصلة عمل التحسيسية والتوعية على محاولة تنقل المواطنين وأماكن التجمعات العامة. أنا جايين متموشة، جينا فوتو فاكونس، سكنوا في فرنسا وجينا فوتو فاكونس هنايا، نقعدوا حتى الليل وكاع ما كاش كاع الخوف، كاين سيكوريتي كاين كل شيء. الجو صيفي، الامن متوفر، العائلات كيما راكو راها كي قالت نعم بالاجواء مليحه وكاع الحمد لله يا ربي. الدنيا هانيه كان الحمد لله، كاين الامن كاين كلشي الحمد لله. وليداتي يلعبوا هانيه الحياه الحمد لله.